تفاصيل أكثر حول منصة حافز لدعم القطاع الخاص، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. دكتور، في البداية ما الهدف من إطلاق هذه المنصة بهذا الشكل في هذا التوقيت من وجهة نظرك؟ خلينا نقول يا فندم ان الدوله حريصه على ان توحد جميع الجهات امام المستثمرين داخل مصر لعرض رؤيتهم في كيفيه التمويل والدعم المالي والدعم الفني. بمعنى مش معقوله ان كل شركه او كل مؤسسه بتلجا ان هي تطلب تمويل من الخارج تلجا ليه يعني بسبيل منفرد، ولا كمان ما ينفعش ان الخارج بيعرض على الدوله المصريه سواء بقى جهة تمويلية كبيرة زي الأمم المتحدة أو البنك الدولي أو البنوك التنموية العالمية اللي بتدي المبادرات، تبحث هي عن شركاء. يعني ما ينفعش إن بنك في أمريكا أو بنك في أوروبا أو حتى الأمم المتحدة هي اللي بتبحث عن يعني المجموعة الشركات اللي ممكن تمولها. فالدولة حرصت إن يكون في تكاتف ما بين المؤسسات كلها الخارجية بإنشاء منصة، بإنشاء موقع كبير خلينا نقول يلتقي في الطرفين في عرض كيفية التمويل وكيفية الدعم الفني، والشركاء أو اللي هم يعني رجال الأعمال أو المصنعين أو الشركات هنا في مصر أو المؤسسات كيفية الطلب من التمويل من الجهة الخارجية. طب دكتور مصطفى، هحتاج أقاطع حضرتك في هذه النقطة تحديدا، ياريت لو بشكل مبسط المشاهد يفهم لماذا هذه النقطة أهم وفي احتياج ليها أحسن من أنه يبقى في تواصل أحادي الجانب بين هذه الجهات وبين القطاع الخاص أو الشركات التي تحتاج لتمويل. خلينا نقول يا فندم بمنتهى البساطة، ما ينفعش أن كل مستثمر يلجأ لوحده منفرد كده يبحث عن تمويل وممكن يكون قدامه فرصة بديلة بأسعار فايدة مميزة جهات تقدر تديله الدعم الفني كمان سواء للترويج أو تقديم التكنولوجيا أو تقديم معونات أو منح ميسرة بفتح أسواق، ويكون كل واحد في جزر منعزلة. فالدولة هيئت أن يكون جميع الجهات أو المبادرات اللي بتمنح هذه التمويلات والدعم الفني كمان للشركات عن طريق هذه المنصة. خلينا أقول لحضرتك بمنتهى البساطة، لو اعتبرنا أن في شركة عايزة تفتح مشروع ومحتاجة التمويل هتضطر أن هي تفتح للمنصة دي وتعرض الجهات الأجنبية المعروضة كيفية التنفيذ والتمويل، ويقدم هو كمستثمر أو كرجل أعمال طلب حصوله على التمويل ده، هيتم الموافقة ليه إن شاء الله عن طريق هذه الفرصة. فده بييسر الأمور، بيفتح إتاحة لجميع المشروعات كلها سواء كبيرة أو متوسطة أو حتى للمرأة أو حتى للمشروعات متناهية الصغر أن يكون له دعم من الحكومة عن طريق المبادرات والتمويل بهذه الصورة وهذه الطريقة. أنه من يحتاج لتمويل هيبقى قدامه كل الفرص المتاحة وهو يقدر يفاضل بناء على أنهي الأنسب لي. طيب دكتور، حضرتك كنت بتتحدث عن مكامن أهمية هذه الخطوة غير هذه النقطة. شوف يا فندم، خلينا نقول ان في دعم فني ده رخر في غايه الاهميه. ليه؟ لان انت ممكن يكون فعلا المستثمر او الشركه او المؤسسه اللي داخل مصر عندها رغبه او معاها تمويل، ولكن ليس لديها التكنولوجيا اللي هي تقدر تخترق بيه الاسواق الخارجيه، او ان هي يكون عندها فرصه خلال الفتره القادمه ان هي تهيئ نفسها لدخول هذه الاسواق. ولكن خلينا نقول في برضه بعد اخر، ان مثلا الجهات المانحه دي بتساعد بعض من الجمعيات او المؤسسات اللي هي بتكون دعم للمراه او دعم للصحه او للزراعه او ان مشروعات رياده الاعمال يعني عنده فكره ومش عارف يعمل تمويل او مش عارف يطبق الفكره دي. هذا التنسيق او هذا النسق الدوله بتحتاج دايما لرؤيه ان هي تكون متكامله. فممكن هيبقى تحت اعين الدوله وهيبقى مع مسانده المؤسسات المانحه، وايضا في ان هو يكون لهم من السبورت او الداعم ليه في تطبيق فكرته او تطبيق عمله او ما شابه لذلك. هذا هو التصور يا فندم اللي الدوله بتجتهد فيه. انا عشمان دايما يا فندم ان يكون في عارف حضرتك زي نوع من المراجعه، لان مش كل بتوع رياده الاعمال او اللي هو المشروعات للمراه او للصحه او للتعليم بيبقى عنده الخبره في التعامل مع الجهات المانحه الخارجيه. ما
تكون جهة منحة خارجية مثلا، أقول مثلا من فرنسا، وهو مش عارف القوانين والتداعيات. عشان كده الدولة لما حطت هذه المنصة هيئت له الفرصة ان هي تسنده. علشان كده انا بطلب من الناحية الاخرى ان هي تتابعه، يعني لو في تحدي بسيط، لو في عدم توصل لورقة معينة او تصريح معين، هذا المساندة دي بيفتح ابواب للعمل فندم، فبيحس ان يكون في اضافة اخرى من الحكومة او من الدولة لمساندة المشروعات. خاصة ان احنا في الوقت الراهن بنتطلب ان احنا نكون كلنا متكاتفين لدعم العملية الاستثمارية والاقتصادية داخل مصر. طب دكتور مصطفى، حضرتك اثناء حديثك عن الجهات المانحة ذكرت عدد من الامثلة، منها يمكن الامم المتحدة. لما بنتكلم عن شركاء التنمية اللي هتربطهم هذه المنصة بالقطاع الخاص، مين هم غير هذه الجهات؟ لو حضرتك تعطينا مزيد من الأمثلة. لا كثيرا يا فندم، خلينا نقول الحكومات الأجنبية ساعات بتدي مبادرات مثلا لتمكين المرأة. في البنك الدولي بيدي بعض من المبادرات بتكون للتكنولوجيا أو للمشروعات اللي هي ريادة الأعمال. بيبقى في بعض من المؤسسات والحكومات والجهات الأجنبية، وطبعا البنك الأوروبي أو صندوق النقد الدولي أو خلاف ذلك البنوك الأجنبية الكبرى، مؤسسات عالمية. في بعض من رجال الأعمال يا فندم دايما الكبرى بتدي منح للتكنولوجيا الحديثة أو للتطور، بس بتختار النماذج اللي هي تناسبها علشان تعرف تطبق عندها هذه الأمور. وكل دولة أو كل جهة أو كل مؤسسة بترغب في أن هي تطبق مثلا مبادرة زي البيئة الخضراء. فده بيبقى تصور عنده أن هو هيدي منح تمويلية للبيئة الخضراء بمحفزات في أسعار الفايدة والتقدم التكنولوجي. يعني ممكن يدي دولة منح تكنولوجية، يعني معدات وآلات ومشابه لذلك، في سبيل ان هو يهيئ البيئة الخضراء. وهذه طبعا يمكن اكيد حضرتك تعلمي ان ده كان في مؤتمر الكوب 27 في شرم الشيخ، وايضا كان في المؤتمر 28 اللي هو كان في الامارات. ده تصورات بتديها المؤسسات الخارجية فندم بالشؤون. شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي كالعادة على كل هذه المعلومات القيمة.